اليوم حابة أحضر معكم الغداء. أنا اليوم قررت أعمل chicken wings wedges and mac and cheese. حبينا نغير شوي عن الأكل اللي دايما بناكله وقررنا نعمل هيدول الأكلات. بس قبل ما نبلش ما تنسوا تعملوا subscribe لما يوتيوب channel وأكيد like لهالفيديو وسيف للوصفة. أول شيء وأهم شيء إنه نقطع الدجاج بطريقة كثير منيحة. أنا الوينجز حب أقطعهم بالنص وشيل البارت اللي على الطرف. بعدين حنبهرهم، منبهرهم ببهار الأسود، بهار الثوم، بابريكا وملح. والحلو بالوينجز انه ما في داعي ننقعهم قبل، ما في داعي لين ننقعهم لا بلبن ولا بزيت ولا بخل ولا بشي لانه هن كتير طراية، بس بنخلطهم بالبهارات اللي نحن بدنا نتبلهم فيها وهذا الشيء كله كافي. واصلا انا ما ححط لهم ولا نقطة زيت وحاشويهم بالفرن او فيكن كمان تشوهم بالاير فراير مثل ما انا حاعمل. بس كمان يلي بحب انه يقليهم كمان بتقدروا، بس انا هاي الوصفة اللي انا عم بعملها شوي مخصصة للفرن وللاير فراير. حطيتهم بالاير فراير ودخلتهم لمدة 10 دقايق بس بالاول على درجة الحرارة 180. اللي بالفرن حيتبع معي نفس الخطوات، ممكن ياخدوا معكم شوية وقت زيادة لانه الاير فراير بتشويهم اسرع، بس بيطلع معكم اكيد نفس النتيجة. سهني وبالفرن تبلت الوجز. كمان الوجز حنعملهم بالفرن، ما حنعملهم مقليين. للوجز حنضطر انه نحط شوي من الزيت النباتي، انا ححط ملعقة واحدة بس كرمال اقدر اني ادهن عليهم البهارات مشان يلزقوا عليهم البهارات للوجز. سو بنخلط هيك بالزيت، بنرجع بنضيف عليهم من البهار الثوم، بنحط لهم شوي بابريكا اوريغانو وكمان اكيد من الملح. بنخلطهم كلياتهم سوا وبنرجع بدنا نصفصفهم بالصينية وندخلهم على الفرن. اكيد للاشخاص اللي بحبوا يقلوهم فيكن تقلوهم ما بيأثر، بس كمان هيدي الوصفة بتطلع اطيب اذا مشوية بالفرن. بالفرن ما حياخدوا معكم كتير وقت، بتكونوا اهم شي محميين الفرن قبل. انا حميته على درجة حرارة 180 لحوالي 10 دقايق قبل ما دخلتهم على الفرن، وصفيتهم مثل ما كنتم شايفين بالفيديو ورجعت دخلتهم على الفرن. الفرن يلي عندي على الكهرباء دورته من فوق ومن تحت مع المروحة، أخذوا حوالي 20 لـ25 دقيقة. كل حدا أكيد حسب هو وفرنه بيقدر يقدر قديش الوقت يلي بده ياخده. بهالوقت منحضر الباربيكيو صوص للوينجز. صب المقلية منحط شوي من الباربيكيو صوص الجاهزة، منحط معه شوي من الكاتشب، وأهم شي نخلطهم كتير منيح لحتى نحسهم بلشوا يغلوا. سو بدنا نشوف هول البابلز اللي هلا حتشوفوهم بالفيديو. لما نشوف البابلز بلشوا يعملوا هيك بتحسوا انه خلص غليوا وجنسوا كلهم مع بعضهم، بصير فيكم طفوا عليهم وبصير فينا هلا ندهنهم على الوينجز. بيكون صار مرق علينا العشر دقائق، منطلع الوينجز من الاير فراير او يا اما من الفرن وبندهن عليهم من الباربيكيو صوص. طلعوا ما احليهم، بتحسون عن جد مثل كانه خلص تقريبا جهزوا، ما فاضلهم الا انجأ بس ندهنهم الباربيكيو صوص. وبدنا نرجع ندخلهم على الاير فراير لمدة خمس دقايق وبيكون صار عنا الوينجز استووا وصاروا جاهزين. طلعوا كيف بيطلعوا بعد ما نكون دهنيهم بالباربيكيو صوص، كتير طيبين مثل كأنكم جايبينهم من المحلات، وكمان أطيب بكتير من المقليين. بتحسون هيك خفاف وفيكن تاكلوا كتير منهم وما بتحسوا حالكن اتضايقتوا. وهلأ بالأخير بدنا نحضر الماك اند شيز، بنحضرها على الآخر لأنه كتير طيبة أنها تكون هيك ساخنة. مندوب شوي من الزبدة، وبعد ما ندوب الزبدة حنضيف عليها الطحين. بعد ما نضيف الطحين ويقعد منزيد عليهم الحليب، يعني تكنيكلي نحن عم نعمل بشاميل صوص. فيكن تعملوها الجاهزة اللي بتجي الباودر، أو يا أما فيكن تعملوا مثل ما أنا عملت، بتضيفوا عليها كمان شوي من البهار الأسود ومن الملح. فيكن تحطوا جوزة الطيب، فيكن تحطوا شوي من البهار الأبيض. أنا اكتفيت بهول النوعين من البهار لأنه بعدين حضيف عليهم الجبنة، وما بدي كتير البهارات تطغي على نكهة الجبنة لأنه حنرجع نضيف بابريكا وأوريغانو. سو هلأ بس صارت عنا البشاميل جاهزة، ضفت التشادر وضفت كمان الموتزاريلا. بخلط من نوعين من الجبنة مشان ما تطلع معكم الماكنتشيز كتير تقيلة، وبنخلطهم أكيد كتير منيح لحتى تدوب معنا الجبنة بالبشاميل صوص، ونكون نحن بهالوقت أوريدي سالقين الباستا. أنواع الباستا فيكم تعرضوا حالا نوع انتم بتحبوه، بس هي الحلو للماك اند تشيز انه تكون الباستا حجمها صغير وبتكون بشكل الصدف. هلا حتشوفوا بالفيديو كيف حيكونوا هيك كثير صغار وكيوت. بنضيف الباستا فوق خليط الجبنه اللي حضرناه وبنخلطهم كلياتهم اكيد مع بعضهم، وانا حارجع اضيف عليهم مثل ما قلت لكم من البابريكا ومن الاوريغانو، بيعطوا نكهه زياده وبيعطي البابريكا كمان لون حلو للوصفه اللي نحن هلا عم نحضرها. فيكم تقدموها هيك مثل ما هي، او يا اما اذا بدكم فيكم تحطوها بالفرن مثل ما انا حاعمل. انا ضفت لها
شوية جبنة على الوجه ودخلتها على الفرن، وبعد ما دخلتها على الفرن تركتها هيك بس شوية وقت لحديد ما دابت، وأول ما داب الجبنة على الوجه قدمتها مع شوية من التشيتوز on the top، وصار عندي أطيب غدا. يعني عملت هيك غدا مشكل بقلبه من كل الأنواع، عملنا من الوجز، عملنا الوينجز، عملت الباستا، وعن جد عن جد استمتعنا فيه كتير. الواحد حلم الفترة والفترة يغير عن الطبخ والأشياء اللي متعودين عليها ونعمل هيك شيء جديد ولذيذ. خبروني تحت بالكومنت إذا أنتوا حبيتوا هالوصفات اللي حضرتها، وكمان إذا جربتون بعتولي الصور على الإنستغرام، وما تنسوا تشاركوا بقناتي وتفعلوا الجرس مشان يوصلكم نوتيفيكيشن كل ما نزل وصفات جديدة، وبشوفكم أنا بفيديو جديد قريبا جدا. وبالأخير صحتين وألف هنا.